بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخطبۃ الاولی، جمعہ کا مختصر اور آسان خطبہ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه قد غوى، وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا۔ إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم۔ الخطبة الثانية۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فيا معشر المسلمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى سائر الصحابة والتابعين، وعلى عبادك الصالحين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔